حرصنا نحن في اتحاد الطلبة أن يكون هناك لقاء شبابي عربي يعكس الصورة الحقيقية للشباب العربي وللشعب العربي بأنه ضد سياسة التطبيع وضد منهجية التطبيع. ناحية مهمة حقيقة، خلينا نكون نتحدث بصراحة، الوطن العربي إجمالا ومنه شعبنا السوري يعيش حالة إحباط من مشروع القومية العربية، ولكن هذا الإحباط يفترض إعادة إحيائه يكون بالتشبيك وإعطاء صورة مخالفة عن الواقع، مهما تأثر هذا المشروع من الحرب التي شنت على سوريا أو الحروب التي شنت على الدول العربية، لأنه لا بديل عن مشروع قومي عربي جامع للشباب العربي وللوطن العربي ككل. طلب اللي كان مشترك من الشباب العربي هو تشكيل رابطة للعمل الشبابي الطلابي القومي العربي، كان أكثر من مداخلة وطرح، نادت بضرورة وجود رابطة تجسد على الأرض هذا التشبيك الجميل بين الشباب العربي، لضرورة إعادة إحياء المشروع القومي العربي على المستوى الشباب، لأنهم مؤمنون بأن الشباب هم القادرين على التأثير في مجتمعاتهم والتغيير.